السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى جعل الليل سكنًا وراحةً للناس، قال تعالى: وجعلنا الليل لباسًا وجعلنا النهار معاشًا. والنوم وفاة يعقبها حياة لمن أراد الله تعالى له ذلك. قال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أيها الإخوة الأفاضل، وردت نصوص كثيرة فيها بيان لآداب هذا النوم. فمن تلك الآداب أولاً إطفاء النار والمصابيح وإغلاق الأبواب. وثبت في الصحيحين من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رقدتم فأطفئوا المصابيح وأغلقوا الأبواب. وجاء التعليل في ذلك في إطفاء النار والمصابيح أن الفأرة وهي الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، وجاء ذلك في الصحيحين. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن بيت بالمدينة احترق ليلاً بأهله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وأما بالنسبة إغلاق الأبواب فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً. قال ابن دقيق العيد: وفي هذا مصالح دينية ودنيوية، من حراسة الأنفس والأموال من العبث ومن أهل الفساد والشياطين، وإبعاد الشيطان عن الإنسان، فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً. ففي إبعاد للإنسان عن هذا الشيطان. وهناك أيضاً علة قد تخفى على الناس، وهي أو جاءت في وجاءت من مقام النبوة، انتهى كلامه. ثانياً، تغطية الآنية وإكاء السقاء. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يدع إناء ليس عليه غطاء، إلا ونزل فيه، ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه. فلذلك يستحب أو ينبغي على المؤمن أن يغطي الآنية، سواء كان صحناً أو قدراً أو ما يشبه ذلك، لأنه ربما لو تساهل في هذا الأمر يوافق ليلة في السنة ينزل فيها الوباء فيعرض نفسه للمرض، عافانا الله وإياكم. ثالثاً، استحباب الوضوء قبل النوم، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ونم على شقك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. رابعاً، نفض الفراش قبل الاضطجاع وذكر اسم الله تعالى.
كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حيث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، أي بثوبه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يدري ما خلفه بعده. وفي رواية لمسلم: وليذكر اسم الله فإنه لا يدري ما خلفه بعده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خامساً، استحباب النوم على الشق الأيمن وأن يضع يده على خده، وقد جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري في حديث البراء بن عازب السابق ذكره، وجاء كذلك في سنن أبي داود من حديث حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى على خده، وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. سادساً، قراءة بعض الصور والأذكار. أذكر بعضاً منها وهي كثيرة. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه هكذا، ثم قرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق. يقرأ ثم ينفث ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة الكريمة. وجاء كذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وفي الرواية الأخرى: صدقك وهو كذوب. وجاء كذلك في سنن أبي داود من حديث نوفل الأشجعي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقرأ بقل يا أيها الكافرون قبل نومك ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سابعاً، استحباب الوضوء عند الجنابة قبل النوم، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصاب من أهله غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، وإن اغتسل من الجنابة قبل النوم فهو أفضل بلا شك، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن صحابياً سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: وكيف حاله من ناحية الجنابة، هل يغتسل قبل أن ينام أم يغتسل إذا استيقظ من نومه؟ قالت رضي الله تعالى عنها: كل ذلك كان يفعل، كان يغتسل، ربما اغتسل قبل نومه وربما توضأ، ربما توضأ قبل نومه وربما اغتسل، لكن لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نام على جنابة حتى أصبح. ثامناً، يستحب له أن يقول هذا الدعاء إذا استيقظ من نومه. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعار من الليل استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن دعا استجيب له، وإن صلى قبلت صلاته. وهذا الحديث
عظيم المنافع جليل القدر، كم من هموم وغموم وضيق وديون فرجت بأمر الله تعالى وبهذا الدعاء. ولذلك على المسلم أن يحرص عليه. قال ابن بطال: وإذا استيقظ المسلم من نومه فلهج لسانه بتوحيد الله تعالى وذكره وذكر آلائه ونعمه، كان جزاؤه من الله تعالى أن تقبل صلاته وأن تستجاب دعوته. تاسعاً، كراهية النوم على البطن، لما جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً مضطجعاً على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. عاشراً وأخيراً، التبكير في النوم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال ابن حجر: لأن النوم قبلها قد يؤدي لإخراجها عن وقتها، والسهر بعدها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها، أو إضاعة قيام الليل أو إضاعة صلاة الصبح. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمراً أول الليل ونوماً آخرة. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.